المزمور 12، نداء للرب وثقة بخلاصه. إلى متى يا رب تنساني أإلى الأبد؟ إلى متى تصرف وجهك عني؟ إلى متى أهجس في نفسي مثيرا الأحزان في قلبي مدى الأيام؟ إلى متى يتعالى عدوي علي؟ انظر إلي، استمع لي أيها الرب إلهي، أنر عيني لئلا أنام نومة الموت، لئلا يقول عدوي لقد قويت عليه. إن الذين يضطهدونني يبتهجون إذا أنا زللت، أما أنا فعلى رحمتك توكلت. قلبي يبتهج بخلاصك، فأرتل للرب المحسن إلي وأسبح لاسم الرب المتعالي. آمين.